إذا كان الرجل مسافرا فمر على أهل قرية فأراد أن يصلي بهم الجمعة حيث لا يوجد في هذه القرية خطيبا، أو أن المسافر أعلم من المقيم، فهل يجوز المسافر الخطبة والصلاة؟ لا حرج في ذلك. اختلف العلماء في ذلك، بعض أهل العلم قال لا، لأن المسافر لا جمعة عليه، ولكن الصواب لا بأس عليه ولا حرج إذا صلى بهم، لأنه لأن جنسه مخاطب بالجمعة لما حضر بينهم وصلى بينهم. وبعض أهل العلم يرى يجب عليه يصلي معهم لما حضر، وتجب عليه بغيره. وبكل حال فهو سقوطها عنه تخفيفا وتيسيرا بسبب السفر لا يمنع من كونه يؤم فيها ويخطب الناس فيها، ولا حرج في ذلك.